النجم علاء زلزلي، بترحب فيك عبر موقع الفان، بنقول لك الف مبروك التكريم اليوم. خلي لي اياك، شكرا كثير لكم ولمحبتكم. تكريمي هو محبتكم، يعني هو مش دائما بقول نحن مش كثير مهم الالقاب، المهم هو محبه الناس، ووقت اللي بتلاقي محبه الناس عم بتقدرك وبتحبك وعم تحاول، انه هيدا بعتبر انا التكريم هو حافز دائما للاستمراريه وللنجاح. فبشكركم وبشكر حضوركم، وانتم مفضلين دائما، الاعلام مفضل دائما. ثانك يو لكم. يعني حضرتك مثل ما كلنا بنعرف عندك مسيره فنيه طويله فيها كثير نجاحات، فيها كثير تالق نجوميه. الحمد لله، يعني هيدي بحد ذاتها حافز انك دائما تكون مستمر بشكل صحيح، وهذا اللي بيخليني دائما اني اكون بعيد، مش دائما اكون متواجد، لانه لازم اكون بالمكان الصح. مسيرة سنين ما بتقدر انك تجي يعني تخليها او بتبلش تتأثر فيها او تبلش انك تروح لمكان ما بيليق لا بمسيرتك ولا باللي عملته، يعني باعمالك اللي عملتها. فلذلك انا ممكن تلاقيني بعيد كثير، بيلوموني كثير، مش مشكله، بس بيجي وقت وبيعرفوا انه دائما الفنان ما لازم يكون متواجد بشكل دائم، لازم يكون غايب، لازم العالم تشتاق له، لازم يقدم شيء. وكتير حلو انه احيانا نشوف بالوسط الفني بتشوف في مساحات جديده، في ناس جديده، الشاطر اللي بيكمل للاخر واللي بيقدر يقدم عمل كتير حلو. اليوم بس تلتقى بالعالم شو بيقولوا لك؟ اشتقنا لك ووينك، واشتقنا لك على المسرح وكذا. انا متواجد دائما مع حضرتك. متواجد وعم تطرح اغاني؟ عم بطرح اغاني اكيد، والحمد لله عم تلاقي نجاح، وعم بتواجد بس بكمل حفلات القليل. يعني بعدني عم بقول لك ما بدي تسهل العالم، قادر اني اعمل كل يوم حفله، وقادر اني كل جمعه اكون بمكان، بس مش هذا هو المطلوب. المطلوب انه العالم تشتاق لك، تكون بالمكان الصح وتقدم عمل كثير حلو. اليوم كيف رضاك على الاغاني اللي عم تسمعها؟ شو عم تسمع؟ عم بسمع الكل، يعني بسمع الكل، كل شيء بينزل بسمعه، كل شيء براقب الكل، براقبهم بحب، ما براقب عمري ما يعني ما براقب بنيه غير صادقه. خلينا نعمل جوله، حالف على الحب للفنان وائل كفوري، طرحها مؤخرا، شو رايك؟ سمعتها حلوه. هيدا وائل، يعني وائل هيدا اسلوبه، هيدا دائما نفس السكه عم يمشي عليها وائل. وائل شاطر، عم بيعمل اغاني حلوه. في اغاني انا دائما بقول لهم في فرق بين الاغنيه الضاربه واغنيه اللي انسمعت، يعني في اغنيه بتنسمع وفي اغنيه بتكون ضاربه. ولا شك انه وائل دائما عنده هيك وهيك، عنده الاغنيه الضاربه وعنده الاغنيه سامعه. بس برافو. تعتبر غنيه حالف على الحب اغنيه ضاربه؟ بعتبرها انه اغنيه حلوه، بعتبرها اغنيه حلوه، يعني نسبه لمثلا اذا قلنا مثلا اغنيه بدك للحق، او اغنيه تانية مانجا، لا مش بنت القويه، سكر، ايه ايوه، هي دول مثلا، ايه هول كانوا اقوى، يعني في عم بقول لك، بس هي الاغنيه حلوه اكيد. وهذا وائل. ألبوم الفنانة نجوى كرم كاريزما حلو، يعني ما في يقول إلا حلو، لا جد إنه حلو. شو أكتر غنية عجبتك بالألبوم؟ ليك أنا سمعتهم بس ما بحفظ، يعني صراحة أنا ما بحفظ، بسمع بس ما بحفظ، عشان هيك بقول لك إنه حلو، يعني إنه في نجوى عم تحاول دايما تقدم، عم تحاول تكون مستمرة بإطلالتها بأسلوبها بشكلها بالأغاني. في ناس عم تحب إنه شو كانت تقدم قبل أكتر، بس بالنهاية هي نجوى، ونجوى إلى جمهور ومكانة، وهيدا اللي عم تغني شي بيلبق لها. يعني خلينا نحكي عنك، أعمالك المقبلة شو بتخبرنا عنها؟ أعمال المقبلة إن شاء الله قريبا جدا حيكون، هلا بشهر 8 بنص 8 حيكون في أغنية، أنا في 6 أغاني حنبلش فيهم هلا بالنص 8، نحن بلشنا بوحدة ليتس جو تو دبكي من شي 3 أشهر تقريبا، هلا حيكون الثانية بنص 8، وبعد منها كمان نفس الشيء، كل شهر تقريبا حيكون في وحدة، بس هلا الستة خلصوا وقريبا حيكونوا إن شاء الله موجودين. في شيء غنية هيك تعطينا تفاصيل أكثر، ألحان، كلمات، إذا بدك تصورها من إخراج مين؟ في كذا أغنية، في أغنية من في وحدة، يعني في هلا اللي عم محضرين في من ألحان عصام كاريكا، وفي وحدة من ألحاني ومن كلمات مدر إسماعيل، مدر كلمات الشاعر مدر إسماعيل، شاعر كثير مرت يعني حلو، بيكتب كثير حلو. وفي أغنية، في كمان عملين كمان وعم ينشغلوا مع روبير أسعد، كمان شاب جديد موهوب رائع جدا كمان هيك. وفي بيضافه يعني شيء من الحاني. انا علاء زلزلي، انا بدي اتشكرك واتمنى لك كل التوفيق ونجاح بكل اعمالك المقبله. يعني انا بدي اشكرك من كل قلبي، وشكرا كثير لكم لانه دائما عم تواكبونا بكل شيء عم نعمله. انتم بالنسبه لنا عن جد، يعني انتم بالنسبه لنا ركيزه اساسيه، بفتخر فيكم، وانتم رساله حلوه لكل العالم. ثانك يو لكم لوجودكم. ثانك يو. شكرا. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.